التناضح العكسي هي عملية التحلية الرئيسية. أثناء التناضح العكسي يتم احتجاز جزيئات الملح في أغشية التناضح العكسي. من المهم الحفاظ على هذه الأغشية لأن ثمن استبدالها مرتفع. أثناء الجولة الاستقصائية لوحظ أن وحدات التناضح العكسي مصممة لكميات أقل بكثير مما يتم معالجته بالفعل. يؤدي هذا إلى زيادة الحمل على وحدات التناضح العكسي، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وزيادة احتمالية حدوث الأعطال في العديد من المكونات. الملاحظة الثانية هي أنه يتم إيقاف عملية التحلية بشكل متكرر، وهو أمر لا ينصح به دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأغشية أثناء التوقف. يظهر مسحنا انخفاضاً في القدرات الإنتاجية لـ 11 من أصل 15 مزرعة. من المهم جداً شراء أغشية التناضح العكسي من شركات عالمية موثوقة فقط. تتوفر أنواع عديدة من الأغشية. من المهم جداً معرفة جودة مياه التغذية من أجل تحديد النوع الأنسب للاستخدام. يجب غسل أغشية التناضح العكسي وتنظيفها بإضافة مواد كيميائية بشكل دوري عند التوقف أو انخفاض الأداء بنسبة 10 إلى 15%. التنظيف عند الخدمة. تتدفق المياه المالحة بشكل عرضي على طول الغشاء، مما يخلق تدرجاً في تركيز الملح على طول الأغشية، وهو العنصر الأخير الذي يحتوي على أكبر كمية من مركز المحلول الملحي. عندما يتم إيقاف التناضح العكسي أو في وضع الاستعداد، يحدث التناضح الطبيعي بين الجانب الذي يتخلله الماء والجانب المركز الذي يحتوي على محلول ملحي عالي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف فواصل التغذية عن طريق إنشاء فراغ في خط التخلل، حيث سيتدفق الماء بشكل طبيعي إلى جانب المركز بفعل الضغط الإسموزي الطبيعي. لتجنب حدوث هذا التناضح الطبيعي الضار، يتم التخلص من المياه المالحة والمحلول الملحي من الأغشية بعد الخدمة عن طريق أخذ المياه من خزان النافذ قبل إضافة الكلور، ويتم دفعها في الغشاء بواسطة مضخة الضغط المنخفض، أي مضخة التغذية أو مضخة التوزيع أو مضخة تنظيف محددة. التنظيف عند انخفاض الأداء. تتدفق المياه المالحة بشكل عرضي على طول الغشاء مكونة طبقة حدية على سطح الغشاء. يجب تنظيف الأغشية كيميائياً عادة في الحالات التالية: إذا اختلف التدفق النافذ الطبيعي بنسبة 10 إلى 15%، إذا تراوح ضغط التغذية الطبيعي بنسبة 10 إلى 15%، إذا اختلف موصلية النافذ الطبيعية بنسبة 10 إلى 15%، أو انخفاض الضغط بين الداخل والمركز يختلف بنسبة 10 إلى 15%. تأخذ القيم الطبيعية في الاعتبار التغيرات في درجة الحرارة والملوحة في مياه التغذية.